يقول السائل: ما حكم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا وفي الأخير يموت وهو تارك للصلاة؟ مع التفصيل حفظكم الله. من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله جل وعلا يقول في حق أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فبدأوا بأنهم لا يصلون، هو السبب الذي أدخلهم النار. ثم قال في ختام الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتارك الصلاة كافر، لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، أما المسلم فتنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، ومعنى هذا أنه كافر. فترك الصلاة متعمدا كفر مخرج من الملة. يقول بعض السلف: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة يرون أن من تركها فقد كفر. وإذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه كافر، مات على الكفر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات كافرا والعياذ بالله. سواء ترك الصلاة نهائيا أو ترك بعض الفروض، يصلي بعضا ويترك بعضا، تارك لصلاة واحدة متعمدا مثل تارك كل الصلوات. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، ولم يقل على بعض الصلوات. التارك لبعض الصلوات مثل التارك لكل الصلوات، الحكم واحد إذا كان متعمداً.